نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض يا توين سعيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالفخير، وان شاء الله ربي عيد اضحى مبارك على الناس كله، وان شاء الله ربي ديما ملمومين. سامحني غلط بلا عيد كبير والله اليوم، ما تلوموش عليا الله غالب. اذا كان رئيس الحكومه بتدف في داري من خويك او عاد شعب كاملك هاي يزينا ما تفليك. البارح وزارة الصحة عملت بينا أقوى فاند في تاريخ المستديرة، للناس اللي تفهم في الكورة واللي تفهم في الفيفا كيف كمين يلعبوا فيفا، هذه أقوى إكس كارو صارت في عام 2020. هذه أقوى إكس كارو، جبت بينا شعب كامل وتفجعنا مسيكنا. لا تصور أنت هبت، قال لك مش تقعد مارس في الدار، تصور أنت هبت بليغ قال لك يا بابا راه الإجراءات والكوفر فو باش يبقاو 31 مارس. بعدها بدقائق قال لك سامحني غلط وانا نكتب في البليغ، فضوا عليا 3 شهور معناها نقصت في 30 ديسمبر على غالب، معناها نعرفش سرحت في الكتيبه. البليغ هبط هو بالضبط 5:15 معناها 4:44 دقيقه، تبدل 9 مرات في ساعه، 9 مرات عرفت هذه كيما واحده خرجت تسهر كلمه ما تعجبها حتى لبسه، كل مره هذه تغزل المرايه تبدل عليها تك تك تك. حاسيلو تلقاه وزير الصحه البارح بالتليفون هو والادمين، وربي عينك يا ادمين، قول له اوكي اسمع نحي شيشه وحط الكراسي باس يا الوزير، واضح اسمعني يا العروسات 30 كهو باي سيد الوزير. ادمين احنا وقتاش قلنا يوف 31 مارس سيد الوزير باي بدلها، نسيت عندي خرجه نهار 31 ديسمبر مع المدام، حتى 30 هذه لهنا معناها مارس ديسمبر ويز معانيت بليغ كيف هكا اكيد يفجع المواطنين. تصور انت تقرا مثلا اللي هو يهبطوا البليغ 31 مارس كفر فيهم، بعد تقص عليه كونيكسيون تبدا عوضك في الدار دور تعيطك، تصور انت تصير في العباد. بالنسبة للبليغ نتاع وزارة الصحة اللي هبط اللي فيه اي وخايب الحق، هذوما اللي قال لك 31 مارس ولا 30 مارس ولا اش من طبيرة ما تخرجوش تظهر وريفيون شنو نعمل فيه؟ مش انا اول عام عرس راهو ما يصيرش نحكي فراغ قلبي، هو أول تبدل عام الدات راني. هو راهو الدات تبدل انا شنو نعمل كيفاش اول عام عرس ريفيون وين نعديه في الدار ما يجيش ولا حرام عليهم ما يجيش معقول يا مدى نقعد انا معناتها من هنا 31 مارس ما نخرجش نظهر العرس ما فهمت طعمته. تعال عرفت في الكورونا لحظة بارك تبدل صارت غلطة تبدل تسمع فيا ولا منو صعبين مظامة نحس في روحي في هالبلاي بي لحظة تسمع فيا ولا 30 ديسمبر صارت غلطة معناها باش نخرج نظهر والله نورمال مو هو 30 ديسمبر 31 ديسمبر ما فماش كوفر فو هي معناها فما صاريات نهار ريفيون والله ما نعرفش هذي شأن عائلي ما ندخلش أنا شأن عائلي قولي باش نخرج ولا ليه بوسيبل اي تخرج اي تخرج حايبي ربي فضل المشيشي ميرسي بوكو ميرسي سي شي ميرسي بوليش حسيت اسمع والله حسيت بها المراه قالت لك عرسي في مجاني حد فوق راس العام هذه في الدار تصور واحد عرس في الكوفيد معناه تصور عرس والله. في الكوفيد كل شيء معناه معناه تجيب صغير من هنا اخذك خطش عرس ترى تنجم تكون حبل المراه ما في بالهاش تجيب صغير ما يجيها انها حد وهيك هذا مش طب تعيش في وحده معناه والشعب ناقص تفرهيد يعني شوف انت وقتي من وقتاش حاصلين في ديارنا نهار الريفيون مش قاعدين يفرهدوا فينا هذا الصبر والله يعني انت شوف تفرج انت قداش حاصلين ونهار الريفيون سايبونا فر ضربه والله يا المشيشي اقسم بالله وراس خويا ما يروح لك حد ساعه كلها ساعه اللي باش يخرج ياسر وما يروحش يذيع اللي باش يتشد قضايا تشوف المشاكل انت. اما احنا نفهموا انه الخطا يصير اعطينا بركه نفهموا كيفاش صار الخطا ما نزلوا حسب رايك كيفاش صارت غلطه كيفك ايوا كله داخلين في حيط هما كلهم على بعضهم داخلين في حيط انا نهار هما عملوا حاجه ولا قالوا حاجه وطلعت صيحه تتيوصل واحد الصباح يحكي حكايه يعمل ديكلاراسيون يجي الاخر اللي بعده يعمل ديكلاراسيون اخرى يفسخ لولين ما نستغربش وما نستغربش حتى اكثر من هك ما الحكومه هذيا بكلها ديجا هكا هو ميسيرش اما اللي يحب يسامح راه وبرا غلط نورمال تو اي بليغ يا بتقول ما يصدقكم حد غدوه مثلا هبطوا بليغ وصول اول شحنه من لقاح فايزر اقعد هكاك ما تحط الجيم لا تحط كومنتير اقعد استنى بعد يهبطوا بعد توضيح ديوانه تهب تضيع اول شحنه من لقاح فايزر هكا هاو تبقى الاخير كا وقت ما تصدقوا تحطوا الجيم اقعد ما استنى اما فما راهو وشوف فما اللي راهي غلطه وفما اللي ليره مش غلطه انت شنو ترى والله راه بريسيون من الجماعه اللي عندهم الفلوس هي خاطر اسمعني ما امبوسيبل كان حكومه كل مره باش تخرج تغلط لنا في حاجه امبوسيبل خويا ماهيش غلطه هذيا بريسيون صارت ويعطي الصحه اللي عمل هاي خويا فما شكون ضغط مصحاح زاد فما شكون امبوسيبل تكون غلط فما شكون ضغط مصحاح شكون ضغط شويه على مصحاح على التليفون البارح بكلم انت ما والله فانتزيست معناتها الحكايه بصراحه برشا
هو بون بعد الاكثرين صورها غلطه هي ما شكون ضغط ما تخافهم في فيسبوك هما ميم بايراو في العباد فاش تحكيهم هو قال كلمه صحيحه فهم برشا بريسيون بصرا برشا بريسيون ل 31 ديسمبر شالا وفما شكون زاد مسحاح ضغط اكيد طلعش قاي سعيد زاد هو اللي ضغط عنده بروجرام في راس العام تعرفش عليه تعرفش واحد عنده مصلحه براس العام انا ما نحبش نسمي باش ما ندخلوش في المشاكل به هو راهو البلاغ ايه في الجمال وفما حتى حاجات خلت المواطنين مخاخهم واقفه بلاش كراسي كنت رايز من القريت ودت شكشبت بس انت شنخ القرارات بيش ياخذوا فيها الاجراء متاع القاوي بش يكملوا للسبعة متاع العشية اما الاربعة ينحاو الكريسي اي تنحيلي انت الاربعة الكريسي انا نبدأ نتفرج في ماتش مثلا يبدأ ما ثلاثة ونص يوفى الخمسة اي ايش نعمل نكمل واقف انا نقب في طاوتي اخوة ما تعرفش كيفاش هذا ما قالوا الكريسي نحي على روحك الكريسي هذا نكملوا على قاعد على الطاولة يا سيدي نجبد الطاولة نقعد عليها كريتي على روحك هاني بانك نكمل ماتش شويه رايز نكا ويركش على الطاولة ولا كا ما قدمش بلازركش على الكونتوار ما اي بلاصه تقعد يحكم يا اخي في بالك الشامبيونه رجعت في بالك سي وديع رجعنا الشامبيونه خليوا قراراتكم متناسقه هكا مع متطلبات الشعب صار تبدا قاعد في امان الله في قاجي السيرفر يزفر يقول لك ساي هاي هز الكريسي ويدور يلم يا خويا شوف راه احنا القهوه التونسيه عندي فيهم ثقه ما يحيروش نحيوا الكريسي حطوا جريري اركشوا بالقاعده افرشوا زرابي مثلا في القهوه اي ما في القانون هو قالوا كريسي اي هما قالوا كريسي تنجم تعمل اي حاجه اخرى معناها تسكت التابوريه يعتبر كرسي مثلا هو في القانون لا يكمل هو تصور داخل بوشوش السلام شبيك وشدوني قاعد بعد الأربعة ما حاجة تشوي أنا الحقيقة البارح صرحت بخيالي وقلت أنه مدام وزارة الصحة عبتت بلاغ فيه 31 مارس أكيد راهو فيها إنا تخيل معايا كان تقعد الاجراءات هذه حتى تكشي 31 مارس شنو ينجم يصير يعني اساسيا مش باش تقعد ما هي باش تقعد جوست هما شي سايبونا ليل الريفيون نصرفوا كذا فرانك دوك ونعاودوا نرجع سامبل الله هذيك باش نعديوها هكاك في نمشيو نصروا ونمرضوا ونروح بقى نعاودوا نرجع شدو الدار باهي برشا انا عجبتني اللقطه نتاع سايبونا في الريفيو تقول عرف محصورين كليب حاشاكم انا مش سايبونا فرد مره هكا مجنينه علاش خارجين من رحبه حاسيلو المهم تحيه كبيره ياسر لوزاره الصحه اما مثالش راه انا غلطه والله ما عندي ملوم ما عندي ملوم غير العباد تحب تخرج تفرهد عباد تحب تخدم انا راه خاتيني مره جاي عود وثبتوا راه فيسبوك في عقلك اكتب ومن بعد تكلم باهي واضح سلاح يعطيك الصحه بارك الله فيك دانيير سيريو هكا شويه ساعه ساعه باهي مع انت ساتيريك الروبريك نتاعك اما لازم ساعه ساعه كان صحيح نفيدو معلش صار هذا كل بكل بساطة خاطرنا ضعف برشا في الكوميونيكاسيون في الاتصال نورمال يخرج شكون مسؤول يتكلم مش تهبط لي بلاغ تخسر عليا بلاغ تبدل 8 مرات ستاتيو فيسبوك تبدلوا لي 8 مرات هذا معناتها كي فرحان بحاجة ما يعرفش يستعملها مرة نزل على الفلسة هذه مرة نزل على الفلسة الأخرى ليه معناتها بصراحة ليه نورمالمون تخرج وتحكيو معانا يخرج مسؤول يخرج وزير الصحة يخرج ناطق رسمي نتاع حكومة يخرج يحكي مع العباد يقول لهم راه قررنا هكا على خاطر هكا وهكا مش انا قررنا في لمان اقراو بلاغات وكها وذاك الموجود لا قول رانا اجلناه حتى لنهار 30 ديسمبر على خاطر نهار 30 ديسمبر رانا خايفين من راس العام راه مثلا مش يزيدوكم سويعه راه تو بشوي 8 نتاع الليل على اساس انه مثلا ابتداء من 16 17 ديسمبر راه باش يولي 10 نتاع الليل كوفر باش نخفوا واحده واحده مادام نتائج ايجابيه عملنا على اساس ولاد صغار خويا ما نعرفوش كي يعمل حاجه باهيه تعطيه جائزه كي يعمل حاجه خايبه تعاقبه كي عدد الإصابات يكثر نقصنا في السويع اللي نحوسوا فيهم كي عدد الإصابات مريقل أو كزيدهم أعطيهم مكافأة أنت معناتها بالنظام هذا أحكي معنا أحكيوا معنا يا أخوي شنو تحكيوش معنا عليه تغشين على بعضنا معناتها المشكلة فيش معناتها أون تيرم دو كوميونيكاسيون هذا كله معناتها غلطة متاعكم موجودة والغلطات كثرت برشا دونك هذاك علاش يلزم صراحة أن راه فما خطة ناقصة هي ناطق رسمي موجود هو ناطق رسمي باسم الحكومة توا ولا اللي مش موجود هما الحق عمري ما سمعت صفة هذه صفة هذه عمري ما سمعت حد تكلم دونك وقيت بصراحة تحطونا حد يحكي مع العباد ويفسر لهم مش خسارة فينا وأسهل حتى خدمة لكم انتوما يلا